طبعا سعيد بوجودكم معايا جدا جدا، سعيد بوجودي على ارض سوريا الحبيبه، سعيد بهذا الالحاح وهذا الحب الكبير وهذا الاجماع على انه الحمد لله الفن الراقي بخير طول ما فيه شعوب زي مصر وسوريا موجودين على ارض العالم العربي، وفي كتير من الجمهور في جميع بلادنا العربية الحريص على انه يعني يسمع وينقي ما يسمع ويختار ما يسمع. فالحقيقة يعني بعد غياب 15 سنة بالنسبة لي كان مفاجأة كبيرة هذا الإقبال وهذا الحرص على تواجد الشعب السوري الحبيب لحضور الحفلتين اللي احنا يعني يمكن زودنا كمان حفلة تاني يوم النتيجة للإقبال الكبير اللي حصل. مش عارف أقول إيه غير سعادتي كبيرة جداً جداً لهذا الشعب. بشكر أخويا وحبيبي الأستاذ باسل سمائية وحبيبي الأستاذ طلال العطار، ادوني الفرصة إن أنا أعرف قيمتي عندكم وأعرف قد إيه بتحبوني، وإلا كان زماني بقالي 15 سنة و16 سنة و17 سنة بعيد عن الساحة الغنائية السورية. أنا جاي وبحمل جوايا رسالة محبة وعشق وحب كبير من الشعب المصري للشعب السوري. أتمنى هذه الرسالة أقدر أوصلها بشكل جيد. فرحان بيكم، فرحان بالإعلام السوري الرائع الحريص على إنه يبقى موجود معانا النهارده واللي بيغطي الحفلات من ساعة ما باب التذاكر اتفتح وأنا عمال بشوف الأخبار. وإن كنت أنا ما حبيتش يمكن أو خفت على جمهوري قوي قوي من التدافع والتزاحم وحالات الإغماء، ده الشيء الحقيقة خوفني بجد على الشعب السوري، لأن أنا أحب أشوفه دايما في أبهى وأحلى صورة. لكن أنا بوعدكم من خلالكم نوصل لشعب سوريا الحبيب، أنا عمري ما هغيب تاني الفترة اللي فاتت دي، مفيش تاني سنين طويلة بعيدة عن الشعب السوري، هتلاقوني كل فترة موجود بينكم وفي محافظات سوريا كلها، والبركة في ربنا سبحانه وتعالى وفي إخواتي اللي قاعدين دول يعني البساط السحري بتاعي اللي بياخدني كده إن شاء الله لجميع محافظات سوريا الفترة اللي جاية، ربنا يقدرني أقدر فعلا أسعد الجمهور السوري الحبيب لأنه حقيقي يستاهل كل الخير وكل الحب مني ومن الشعب المصري.